حورية فرغة لتفضح اسم الممثلة التي سافر معها الشاكوش وخان زوجته معها. إليكم التفاصيل. بعد تداول اسمها في قصة الخيانة الزوجية بين الفنان المصري حسن الشاكوش وزوجته ريم طارق، خرجت حورية فرغالي عن صمتها لتبرئ نفسها وتفضح اسم الممثلة. وردت الممثلة حورية فرغالي بشأن ربط الجمهور بين اسمها واسم حسن الشاكوش بعد أن قالت طليقة مطرب المهرجانات أنه على علاقة بفتاة ثالث حرف من اسمها الراء، نافية علاقتها به. وقالت حورية فرغالي في أحد المقابلات في مليون اسم، إش معنى حورية مسكتو فيه؟ وأنا عمري ما شفت الشاكوش بس بحب أغانيه وزعلانة إنه طلق ريم، لو ما كانش في حب جامد بينهم ما كانش هيكون الخناقة بينهم، هي بتحبه قوي وغيورة عليه بس هو مش عايز يبان قدام الناس أنه بتاع ستات. ريم المفروض كانت تتعلم إزاي تخلي حسن أما يبصش لحد غيرها اللي اسمها سارة دي، انتو سافرتوا مع بعض وخرجتوا مع بعض فما حبيتش اسمي يجي في حاجة زي دي، انا زعلت ان الموضوع خصوصا انه داخل في حتة شرف، فلما تقولي اسمي هخرب لكم الدنيا. وكانت ريم طارق كشفت في وقت سابق ان الشاكوش خانها مع ممثلة مشهورة كانت تعاني من وعكة صحية، رفضت ذكر اسمها لكنها بيّنت ان حرف ثالث من اسمها هو حرف الراء، ما دفع الكثير من المتابعين الى ربط بين حورية فرغالي والشاكوش. وقالت كنا في نهار رمضان، كان في ممثلة مشهورة عندها مشكلة صحية ثالث حرف من اسمها الراء، راح أكل معها في الشاليه بالعين السخنة ولما رجع البيت كتبت له وصلت يا حبيبي، للإشارة أن ريم طارق قد أثارت جدلا واسعا في حفل زفافها على حسن الشاكوش في شهر مارس الماضي، حيث فجأت الحضور في القاعة التي احتضنت الحفل وقامت بالسجود وهي ترتدي فستان زفافها الأبيض. وبعد أقل من شهرين دب خلاف بين الثنائي وتبادل الطرفان الاتهامات في العلن، ليعلن في يوليو الماضي طلاق حسن الشاكوش من زوجته ريم طارق غيابيا بعدما حرر محامه محضرا بقسم الشرطة أثبت فيه انتهاء صلة موكله وريم كزوجين.